مستعدون لنبدأ مغامرتنا هذا اليوم يا أصدقاء؟ لكن أولاً اضغطوا على زر الاشتراك كي لا تفوتكم أي حلقة من حلقات كاتري الجديدة. هيا بنا لننطلق الآن. اسمعوا خرير مياه النهر. بيض السيدة أوار. شمس مشرقة وغابة نضيرة. شمس مشرقة وغابة نضيرة. انظروا إنها سيدة أوار. مرحبا سيدة أوار. أعزائي الصغار أهلا، لقد اشتقت إليكم. مرحبا. سيدتي، أيمكننا النظر إلى الضيف؟ بلا شك يا عزيزي. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، وخمس. جائع، إنها خمس بيضات. إن شكل هذا البيض يبدو كالصخور. هذا صحيح، ولكن البيض ليس قاسيا مثلها، لذا عليكم الحذر جيدا. حسنا. أصدرت البيضة صوتا. لا، ليست من البيض، إن هذه الأصوات تصدر من بطني. هل أنت جائعة سيدة أوار؟ أجل، فأنا لم أكل لأنني كنت أراقب البيض. تعالي لنحضر لك الطعام، فهذا ليس جيدا لصحتك. لا أستطيع هذا، لا يمكنني ترك البيض. سنساعدك، نحن سنعتني بالبيض إلى أن تذهبي أنت وأمي للبحث عن الطعام. حقا؟ هل في استطاعتكم فعل هذا يا صغار؟ أجل بلا شك، ولكن نرجو أولا تعليمنا طريقة الاعتناء بالبيض. أولا عليكم تبليل أجنحتكم جيدا. نبلل أجنحتنا. الخطوة التالية، نربت على البيضة حتى تبرد. نربت على البيضة حتى تبرد. رائع، إنكم تبلون جيداً. استمروا هكذا، فحرارة الجو عالية جداً ويجب تبريد البيض جيداً. اعتمدي علينا. حسناً، إذن سنترك البيض بعنايتكم ونذهب للبحث عن الطعام. حسناً يا أمي. ربت عليها حتى تبرد. الحرارة مرتفعة جدا والماء يجف بسرعة. جاك، كفاك كسلا، قم وأحضر الماء بسرعة. حسنا سأذهب. انظروا ماذا وجدت، هذه الصخرة تبدو كبيض السيدة أوار تماما. لقد أحضرت كثيرا من الماء، تعالوا وساعدك. هل أنتما بخير؟ كونا حذرين من فضلكما. أنا آسف جدا، ولكن انظروا ماذا وجدت هنا. أين هي؟ أين صخرتي التي تشبه بيضة السيدة أوار؟ لدينا بيضة إضافية. ماذا؟ إذن أي واحدة الصخرة؟ إن الصخرة هي. أنا لا أعلم أي واحدة منها الصخرة. لا. لدي فكرة، لننقر على البيض كله. لا، انتبه، أرجوك توقف، قد ينكسر البيض. دعيني أحاول مرة واحدة فقط. لا. أرجوك. قلت لك لا. هيا لنحضر البيضة. وهل هي البيضة؟ لا
بلوط لذيذة. ماذا يحدث؟ اصفر يا سنجاب. لا شك أنها لعبة مسلية. انتظروا قليلا، ما اسم هذه اللعبة؟ علينا جميعا أن نمسك بهذه البيضة. فهمت، إذا هي لعبة إمساك. حسنا سأمسك بها. لا لا سأمسك بها. لا لقد استطعت الإمساك بها. أحسنت يا جاك، فقد أنقذت البيضة. هيا بنا لنعد إلى العش الآن. حسناً. أهلا بكم يا أطفالي. صغاري أين كنتم إلى الآن؟ لقد فاتتكم لحظات فقد البيض الرائعة. حقاً؟ رائعون. إذن كانت هذه هي الصخرة. ما الأمر؟ لا شيء، لا تشغلي بالك. هيا نلعب مع الصغار. انتهت مغامرة كاتوري هذا اليوم، نرجو أنها قد نالت إعجابكم. لكن مغامرات الأخوة الأربعة مستمرة، لذا اضغطوا على زر الاشتراك ليصل إليكم إشعار الحلقات الجديدة.